محتاجين للسيرفر كاستضافه. وقت في استضافات طبعا مدفوعه بمصاري بدك تشتريها، يا بدك تيجي تروح على استضافه مجانيه اذا انت بتكش تكلف نفسك فلوس. هالوقت مثلا من اشهر الاستضافات المجانيه موقع اسمه 30webhost.com، تمام؟ هذا بيعطيك استضافه مجانيه بتسمح لك تضيف اعتقد موقعين، وطبعا ممكن تجيبوا دومينات، وفي طبعا طريقه انكم تجيبوا دومين مجاني كمان بس امتداده مش دوت كوم، امتداده مختلف. انا عندي حساب هنا بس انا رافع عليه موقع مش عارف اذا هنقدر نرفعه على طول ولا ما لا اوبن يعني لا، بس طبعا في ريستريكشن مش زي اللي انت بتدفعه، يعني مش هيسمح لك ترفع ملفات. اعتقد مسموح لك لعند 10,000 ملف، فلو انت عندك البروجكت كبير وفي ملفات كثيره ممكن ما يزبطش معكم، بس انا رفعت عليها لكثير مشاريع لارافيل كتستنج وفيش مشاكل. انا هعمل لوجن على الحساب تبعي، انا هفرجيكم كيف الرفع بس مش هنرفع فعليا، بس هفرجيكم ايش اللي انتم بدكم ترفعوه وكيف ترفعوه بطريقه صح. الوقت لكل استضافه بيختلف الكنترول بانل تبعها عن الاستضافه الثانيه، لكن الفكره واحده، تمام؟ انا طبعا هي هنا بدي ادخل على الهوستنج على طول، المانج للهوستنج، تمام؟ كل استضافه انا بهمني اكثر شيء فيها شغلتين، فكره انا كيف ارفع ملفاتي وكيف ارفع الداتابيز اللي هي الفايل، عشان هيك هتلاقوا دائما في التولز، هنا هتلاقوا جزء اسمه تولز، سواء هنا حسب الاستضافه هذه او في الاستضافه الثانيه هتلاقوا حاجه اسمها فايل مانجر، هتلاقوا ايش؟ داتابيز مانجر. في الفايل مانجر هو عباره عن مكان بيسمح لي ارفع الملفات تبعي. ثواني. شوف ايش انت ممكن تشوفه، تمام؟ لقيت هاي الفايل مانجر وهي ايش؟ داتابيز مانجر. احنا عادة شغلنا فيه عباره عن جزئيتين، في عندي ملفات وفي عندي داتابيز. احنا يمكن اول خطوه ممكن تعملوها تروحوا على الداتابيز مانجر. في الوضع الطبيعي بتنشئوا داتابيز جديده، تمام؟ الداتابيز هذه عباره عن ايش؟ يكون لها اسم ويوزر نيم وباسورد، تمام؟ فلو انا افترضت هذا حسميها سميها لارافيل اندرسكور مثلا ستور، حسمي الاسم، طب هو بحكي ايش؟ بحكي لي اليوزر نيم بس يكون مختلف، مثلا ستور دي بي او ستور يوزر، تمام؟ الباسورد ممكن تخلوه يعمل لكم جنريشن لباسورد عشوائيه او بتحطوا باسورد اللي انتم بدكم اياه. خلينا نجرب نحط ايش هذا؟ داتابيز ماي اس كيو ال طبعا. كيف احدد؟ هو فيش يعني كل الهوستنج ماي اس كيو ال، فيش عندك اوراكل ولا مايكروسوفت اس كيو ال، فيش تحديد يعني. نادر نادر، بس هنا في الفري هذا في بعض الهوستنج بحط لك بوستجريس، تمام؟ بس الاغلب حتلاقي كله نظام ماي اس كيو ال. انا بدي احط هذه الباسورد، تمام؟ ايش كمان شكله بده كمان؟ ماشي كمان مرة، تمام؟ واحكي له كرييت، سميته لارافيل ستور، خليها اسمها دي بي ولارافيل ستور يوزر، وهذه الباسورد، واحكي له كرييت. انا عملت باترن معين. كل بس هذا طلع باترن، تمام؟ حكيت انشئ لي الداتا بيز، حكيت هو حاليا قاعد يعمل لي كرييت لها. الداتا بيز هذه بعد ما نشيل اياها بقدر ادخل على وين؟ لو انا بدي اعمل لها مانجمنت هلاقي في عندي جزئيه، وهذا هتلاقوها في كل الاستضافات اللي هي البي اتش ماي ادمن، احنا متعودين عليه اصلا على اللوكال هوست. يعني لو دخلتوا على البي اتش ماي ادمن هتلاقوا ايش؟ نفس البي اتش ماي ادمن اللي احنا شغالين عليه في اللوكال، تمام؟ هتلاقوا طبعا الداتابيز اللي انتم انشاتوها في المنطقه هذه، طبعا هنا بيجيب لك ليست باسماء الداتابيز زي ما احنا متعودين على اللوكال، ما اختلفش حاجه. الوقت الفكره الرئيسيه انه احنا هنعمل امبورت للداتابيز من اللوكال هنا، فانا خليني اشغل. هل هيك لازم يكون نفس الاسم اللي اخترته؟ لا 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 مش لا لا مش لا، انا سميت اسم من عندي. الوقت بدي افتح انا شو اسمه، تعمل اكسبورت باستخدام برضه طبعا كده ممكن اعمل اكسبورت باستخدام نفس البرنامج هذا، تمام؟ بس انا بدي اعمل لكم اكسبورت من الماي ادمن لان انتم اكيد متعودين على الماي ادمن. انا بس بدي اشغل السيرفر هو اكس ام عشان اقدر افتح الماي ادمن. طب
صحية مطلوبة موجودة على الماي أدمين. إيش هي؟ هي الداتابيس. هذا وين الماي أدمين هذا؟ هذا تبع السيرفر اللي أنا بدرفع عليه شغلي. هذه حتكون مش موجودة فأنا بدي أنشئها. إن شاء الله عمان قلت هو خلص ينشئ الداتابيس يخلص ينشئ ندخل على الداتابيس الجديدة الفاضية خلينا أسكر هذا أخليك نرجع هاي الداتابيس الجديدة اللي احنا عملناها بدي أعمل لها برضو إيش phpMyAdmin هذا البرنامج هاي وفتح بدي أعمل start للأباتشي عشان أقدر أفتح الماي أدمن اللي عندي تمام هاي اسم الداتابيس تاعتنا طبعا إيش لو أنا ضغط عليها هلاقيها فاضية فيش فيها ولا جدوى قلت انا ايش هروح اعمل على اللوكال في اتش بي ماي ادمن على اللوكال اللي عندنا طبعا انتوا عندكم بيطلعش لوجن انا عندي بيطلع لوجن طبعا هتلاقوا كل الداتابيز اللي انتوا شغالين عليها احنا الداتابيز بتاعتنا اسمها لارافيل ستور هاي بضغط عليها بختارها بعدين بروح هنا فوق ايش احكي له اكسبورت في العاده مش هغير اي شيء في الاوبشنز حتطلع هسيبها زي ما هي خلاص نعمل هنا اكسبورت وبقول له ايش جو يعني مش هحتاج اغير شيء لقيت لو بدكم تستثمروا جداول معينه بدكم تعملوا بتصيروا تدخلوا في التفاصيل احنا بدي اياها مع الداتا لو بدك انت بدك تاخذها بدون الداتا يعني بس بدك شكل الجداول بتكش الداتا اللي في قلبها تمام فبتستثنوا مين الداتا بدك تاخذها مع الداتا اللي فيها بتخلوا الداتا ايش موجوده طبعا بنيجي نحكي له هنا ايش هذا الكلام غالبا بتسيبوه زي ما مش هتغيروا فيه شيء وبتحكوا له جو حينشيل لقيت ملف السكيوال هخزنه عندي على الجهاز حطه على سطح المكتب هاي اسمه لارافيل ستور هيك انا عملت اكسبورت للداتابيز اللي عندي على جهازي هلقيت بدي اروح ايش اسوي هضغط على الداتابيز اللي على السيرفر نفس الطريقة وهروح على زر او على ايكون الامبورت هنيجي نختار مين الملف اللي قبل شوي عملنا له اكسبورت هو على الديسكتوب ايوه طبعا نفس الفكرة مش هغير اي اشي من هنا طبعا هو اوتوماتيك هيعمل لي امبورت للجداول في الداتابيز هذي انا قاعد اشتغل في قلب الداتابيز هذي فمش محتاج يكون عندي الداتابيز بنفس الاسم جو طبعا لو كان حجم الملف كبير هتاخد وقت العمليه هذه او عندي داتابيز كبيره بس احنا الداتابيز عندنا صغيره فايش لاحظوا ايش سوى قال لي اكسكيوتد ولقيت حيجيب لي كل الجداول اللي في الداتابيز هذه هيها مفترض هاي الجداول تاعتنا كلها موجوده هنا هاي البرودكتس تبعونا تمام هاي اول خطوه رفعت الداتابيز الخطوه الوقت المهمه هي موضوع الملفات فبدنا نروح وين في الداتا في الـ على الهوستنج في عندنا جزئيه مين الفايل مانجر بالاسم مش نفس الاسم حاط ما حنغير هالوقت اي الداتابيز نفسه الاي دي كذا كذا بتاثرش وين هاي اللي هو فوق الاي دي واحد مالوش علاقه سيبك هذه سيبك منها احنا هذا الاسم هذا ماشي ما حكيت هذا الاسم بدنا نغير ما اتفقنا في شغلات بدنا نتكلم موضوع ايش رفع الملفات وكيف اخليها تتصل مع الداتابيز الجديده الوقت عادة لما تدخلوا على الفايل مانجر طبعا شكل شبيه بهذا برضه هتشوف مش شرط يكون نفس الشكل هذا بس من انت بتشوف الملفات على الموقع عادة احنا اتفقنا الوقت كل موقع له ايش الدوكيومنت روت اللي هو فعليا لما البراوزر يطلب اي صفحة يدور على الصفحة هذه في المجلد هذا اغلب السيرفرات الدوكيومنت روت تبعها هو اسمه public underscore html يعني الملف الاندكس الرئيسي وين بده يكون او المدخل تبع الموقع تبعي مش الملفات هذه اللي برا هو فعليا الملفات اللي موجودة وين جوا البابليك اتش تي ام ال هذا هو فعليا دوكيمنت روت اي شيء برا انا مش هقدر اصله من البراوزر يعني اي ملف انا بحطه برا البابليك اتش تي ام ال مش هنشوفه فعليا البابليك اتش تي ام ال هذا بيمثل مجلد البابليك تبع اللارافيل مش احنا في اللارافيل عندنا مجلد اسمه بابليك ففعليا البابليك اتش تي ام ال هو بالنسبه لنا هو نفس مجلد البابليك تبع اللارافيل عشان انا هيك عشان هيك لما نيجي نرفع ملفاتنا هنرفعهم على مقطعين الجزء الاول هناخد يعني لو رحنا على الملفات تاعتنا تمام احنا مخزنين الملفات في السي السي على اكس امب في الاتش دي دوكس
وهي المشروع وهي الستور تبعنا. الوقت احنا الملفات تاعتنا جزئيه، حناخدها جزئيتين. حروح اول شيء انا اختار هيك اعلم على كل الملفات، حستثني الملفات التاليه. ملف الداتابيز مش حيلزمني، لو انا بدي اخفف ملفات ولما بدي ارفع الشغل ايش في ملفات انا ممكن ما اخذهاش معايا. النود موديولز اكيد مش هتلزمني، هذه كانت للجافا سكريبت في لحظه ما كنت اشتغل، بعد هيك بتبطل تلزمني. تمام. البابليك هذا حستثنيه لاني حرفعه بشكل مستقل وححطه جوا البابليك اتش تي ام ال. الريسورسز هذه بتحتوي على ايش؟ على ملفات الفيوز بدنا اياه، الراوتس بدنا اياه، الستورج بدنا اياه لانه في ملف حنحط فيه. التست هذه بتلزمنيش لانه كنت اشتغل عليها تيستينج. الفيندور طبعا لانه في كل الكور تبع السيستم. الملفات هذه مثلا الدوت اديت تلزمنيش، الدوت انف اكيد كونفيجريشن، الانف اكزامبل لحاله، الاكزامبل سيبك منه، هذا بدي اياه. الباقي الثاني الاكزامبل شلناه، هذا كان كاكزامبل واضح من اسمه. الجيت اتريبيوز هذه للجيت، انا على السيرفر فيش عندي جيت، فممكن ايش برضه هشيله هذه الملفات كلها. الارتيسان برضه انا مش هنفذ، غالبا السيرفر مش هيسمح لي انفذ كوماند ارتيسان عليه في الغالب اغلب السيرفرات، عشان هيك يا بخليه بشيله. كومبوزر جيسون نفس الفكره، في الغالب انا في السيرفر مش هقدر انفذ كوماند للكومبوزر، فانا برضه ممكن استثنيه، بس انا ممكن اخليهم هذول. الباكج جيسون هذه للجافا سكريبت هشيلهم. اليونت بي اتش بي يونت هذه للتستنج مش هتلزمني. الريد مي برضه مش هلزمني. السيرفر هذا مرتبط بموضوع الارتيسان، فلو انا اخذت الارتيسان بدي اخذ معه ملف السيرفر. الميكس هذا له علاقه بالجافا سكريبت فبرضه يمكن استثني. لو هذول الملفات ثواني، هذه الملفات كلها صغيره، لو انا خليتها مش هتاثر معي، بس انا ممكن اشيلها. لو انا اشتغلت اصلا في الموقع جافا انت شغال، بس هذه بتلحق في لحظه الديفلوبمنت، الوقت لما عملنا كومبايل بطلوا لهم لازمه، لانه صار الجافا سكريبت وين موجود في ملف الببليك. تمام. ممكن اعدل على هتعدل وين؟ بس مش هتعدل، هو هتعدل هنا وهترفع ثاني. تمام. لانه ملفات الجافا سكريبت انت استخدمنا فيها كوماد الام بي ام، فانت كوماد الام بي ام مش هيكون متاح على السيرفر، فمش هتستفيد منه. بالضبط. هلقيت اذا هذه الملفات كلها بناخذها هيك وبنعمل لها كومبريس باستخدام اي برنامج ضغط. لاحظوا حطيتهم بدون ما احطهم في مجلد زي ما هم، بحطهم ايش مثلا في store.zip. طبعا هنا يفضل ما تستخدموش الدوت رار، لانه مش كل السيرفرات بتفهم الدوت رار، فبتستخدموا اللي هو الستاندرد زي اي بي. هيعمل كومبريس طبعا عشان ملف الفيندور كبير هياخد شويه وقت. اخذنا هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هروح وين؟ على الببليك، وهذا بناخده زي ما هو. تمام. برضو علمت عليه كله. طبعا ممكن في شغلات نشيلها، اي ملفات بدنا نشيلها، بس في الاخر ايش بعمل؟ برضو كومبريس، ومثلا اسمه ببليك زي اي بي. هلقيت طبعا انضغطوا الملفين، بنرجع لوين؟ للفايل مانجر. الوقت انا ملفات الببليك وين بدي ارفعها؟ جوا الببليك اتش تي ام ال، فبدخل جوا هنا كنت حاليا انا جوا الببليك اتش تي ام ال، هنا بعمل ايش؟ ابلود لمين؟ لمجلد الملف الببليك اللي انا ضغطته. طب هذول موجودين؟ هذول اصلا هم العربي، بس انا بدي افرجيكم الطريقه، مش هعمل ابلود. تمام. انا هعمل اوفر رايت لانه هنا في موقع وشغال تيستينج، فبدي اشخره. هذا حيكون فاضي، انت عاده حتدخل حتلاقي بابليك اتش تي ام ال فاضي. تمام. فانت هتيجي تختار المجلد، بس انا هفرجيكم الطريقه، مش عارف اذا الضايل هنا انا كنت رافع الملف ولا حذفته، غالبا حذفته. يعني هرفع ملف البابليك هنا حلاقيه موجود هنا. طبعا لو ضغط عليه كليك يمين هتلاقي اوبشن اسمه اكستراكت، انه فرغ لي اياه من الملف المضغوط، وبالتالي حيفرغ لك اياه في المجلد اللي انت موجود فيه. تمام. بعدك تحزن المضغوط اذا بدك توفر مساحه، بس قصدي اكيد احنا عملنا ملفين، ملف اسمه بابليك، هذا بون بنفك الضغط تبعه جوا البابليك اتش تي ام ال. تمام. الملف الثاني اللي عملناه برا اللي كان اسمه باسم المشروع تبعنا، وين بنفك الضغط؟ برا. يعني لقيت هاي الملفات الرئيسيه، حتلاحظوا ايش؟ حرفه ملف مضغوط وحفكه. لاحظوا هاي الملفات تاعتنا، الاب والبوت ستراب والكونفيج والريسورسز، هيهم بتكون انتوا رفعتوا الملف المضغوط في المنطقه هذه وفكيتوا الضغط. البابليك انا عشان عندي اختلاف في المسميات، لانه في احنا في العربي اللي بنسميه مجلد بابليك، في السيرفر ايش اسمه؟ بابليك اتش تي ام ال، فانا بدي اتعامل معه على انه هو البابليك بس بدون ما اغير اسمه، فعشان هيك اخذت محتوياته وحطيتهم جوا البابليك، فعشان هيك رفعت الملفات على جزئين مش على جزء واحد. الوقت النقطه المهمه وين؟ انه بدنا نعمل نعدل ملف مين؟ ملف الانف، لانه ملف الانف بيحتوي على الاتصال مع مين؟
بعد داتابيز، انا الداتابيز تغيرت، عندي كانت اسمها مثلا لارافيل وكان اليوزر اسمه رود وفيش داتا فيش باسورد، الوقت اختلف. طبعا هتلاقوا ملف الانف، لقيت لو ملف الانف ما لقيتوش هنا، لقيت الملفات في هذا سيرفر لينكس، الملفات اللي بتبدا بدوت هذه عباره عن ملفات مخفيه، فعشان هيك اوتوماتيك هتلاقوها مش في بعض الاحيان هتلاقوا الملفات هذه مش مبينه. لقيت عشان تظهروا مش عارف عاد هنا معنا مفترض كان ببين في بتلاقوا سيتنجز انه يظهر الملفات مش حاطينه. طب كيف بدنا نعمل له ايديت؟ مش عارف هيك اوبشنز، لا ممكن تعدلوا وممكن على طول نرفع، بس هو يفترض على انه تقدروا تشوفوه بس هذا هي هيك هيك الطف شكله بس مش مبين عموما في سيرش دوت مش عارف اذا حيجيبه ولا لا، حيظلوا معتبره مخفي. عموما في استضافات السي بانل حيبين معكم. طيب لو انا فرضت بس كده لأنه كان يبين إيش اللي خلاه يختفي، مش عارف سواء يكون عشان هذه الشاشة هيك language settings new folder في file manager in configuration. طيب في شغلة حفرجيكم إياها برضو أساس لو اشتغلتوا على نفس الموقع هذا أو أي موقع تاني، الوقت في بعض الأحيان رفع الملفات من هنا أو التعامل مع الملفات من المنطقة هذه هتحسوها ايش متعب او بطيئه، خاصه وانا بدي ارفع ملف حجمه كبير، مثلا ملف الاب تبعنا قديش حجمه؟ الفايلز الفايلز ما بنوصل لها. لقيت ملف الاب تبعنا او الستور قديش حجمه؟ 14 ميجا. طبعا 14 ميجا في سرعه كويسه بارتفاع بسيط يعني مش هالحجم في الابلود. لكن لو انا كنت ارفعه من هنا من خلال الشاشه اللي رحت قلت له ابلود واخترته، ممكن مثلا لو فصل النت يفصل في النص وبالتالي ايش؟ قطع معي. هلقيت ممكن نستخدم برامج الـ FTP انه انا ارفع ملفاتي بطريقة الـ FTP. طبعا هنا بتحتاجوا برنامج اسمه فايل زيلا، هذا برنامج فري بتنزلوه من الانترنت. تمام، لما تدخل على موقع فايل زيلا هتلاقوا فيه تو داونلود عشان ما تتخربطوش. راح نجرب. تمام، في كلاينت وفي سيرفر، انا بديش اعمل FTP سيرفر، انا بدي استخدم الـ FTP. تمام، فبتنزلوا الكلاينت، سيبكم من السيرفر، بتنزلوا الكلاينت بينزل عندكم البرنامج هذا. الوقت عادة الاستضافة بتعطيكم بيانات الاتصال مع الـ FTP سيرفر، الهوست غالبا بيكون نفس الموقع تبعنا، مثلا اسمه x.com بتحط x.com. تمام، اليوزر نيم في اغلب الحالات لما انت تعمل سي بانل او لوحة او اشتراك بيكون لك يوزر نيم وباسورد، صح؟ في الغالب بيكون نفس اليوزر نيم والباسورد تاعون الاشتراك تبع الاستضافه. تمام، فمثلا انا هذه الاستضافه هي بياناتها. تمام، بدي افرجيكم هنا الشكل، لقيت هذا اليوزر نيم تبعي وهي شايفين الفايلز 00.com هذا عباره عن ايش؟ الهوستنج. لقيت ايش سوى هنا؟ هاي جاب لي الملفات، والله شكله دوت انف محذوف على فكره لانه هنا مش مبين كمان، وصار يبينها مش معقول. انا عامل هايد في السيتنجز في الفيو، لا شكله محذوف ملف الانف، ما هو هنا مش ظاهر معناته شكله محذوف من عندي، عشان هيك ما بينش اصلا على الاستضافه. كده بنرجع نرفع لنا واحد، بس بديش ارفع واحد يخرب الدنيا، حرفعه في مكان ثاني هيك مؤقتا. طب تمام، فانت باستخدام الفايل زيلا بتقدروا تصيروا ايش تشوفوا؟ تشوفوا الملفات اللي على السيرفر، وفي اي لحظه ايش تعمل لو انتم بتكونوا تعملوا لها داونلود عادي، هنا انتم بتمشوا في على اي ملف بدكم اياه وبتعملوا ايش كليك داونلود، هيك انت بتسحبه من السيرفر. بدك تعمل عكس ملفاتك اللوكال على الشمال، فبتضغط على الملف اللي بدك اياه وبتعملوا له ابلود، فانت هيك بترفعوه على السيرفر. هذه اسهل ما عندك تتعامل مع الايش الانترفيس هذا. قلت لو انا بس بدي اروح على ملف على مكان مثلا زي البابليك وبدي ارفع عليه ملف الدوت انف عشان نشوف ايش بدنا نعمل. على فكره هاي الدوت اش اكس اكسس موجود. طيب هنحكي مثلا ايش؟ ابلود فايل، هختار ملف الدوت انف، هو طبعا مكانه مش في البابليك، مكانه وين؟ برا، بس انا بديش يكون موجود وانا مش شايفه يخرب لي الدنيا. فبدنا نروح على المشروع تبعنا اللي هو على السي على
اكزامب على اتش تي دوكس على ستور، بدنا نختار ملف دوت ان فايل، بدي ارفعه لحاله، بقول له ابلود. تمام خلص، هاي الملف موجود، ممكن تعملوا كليك يمين عليه وتحكوا له ايديت، يعني ممكن تعملوا ايديت للملفات وانتم على السيرفر. عقد ايش هاي ملف تبع، عقد ايش بدنا نغير؟ بدنا نغير البيانات اللي تغير، عقد الكونكشن زي ما هو، الهوست تبع الداتا بيز غالبا زي ما هو، لوكال هوست حيكون مش حيتغير. اللي حيتغير مين؟ والبورت طبعا نفسه، اللي حيتغير معي بس هو الداتا بيز واليوزر نيم والباسورد. هدول يفترض لما احنا انشات الداتا بيز هنا، نرجع للداتا بيز مانجر، هاخد بيانات بس هي اسم الداتا بيز، فبعمل كوبي الها وباجي هان بحطها هنا. اليوزر نيم هي اسمه كوبي وبعمل له بيست. الباسورد زي ما احنا حاطينها، لو احنا عشان الداتا بيز واحنا حاطين الباسورد بنحطها. في فوق اللوكال هذه مثلا الوقت الجزئيه هذه مهمه عشان تبطل رسائل الخطا تظهر. ايش نحول؟ نحول اللوكال لبرودكشن والديباج تصير ايش؟ فولس. وهذه ممكن تغيروها لايش؟ لعنوان الموقع. مثلا عندي عنوان الموقع اسمه صفدي دوت 000 ويب هوست دوت كوم، تغيروا الرابط تبع الموقع حسب الدومين اللي انتم شغالين عليه. الابلكيشن خلاص هذا بتعملوا سيف. لا لا خلاص بس بتغيروا جزئيات هذه. سيف تمام، سيف عندي كلوز بسكر. طبعا هذا الملف حيكون وين؟ في مكانه طبعا مش في المنطقه هذه. فهذه الشغله لازم تغيروها. الوقت نيجي لموضوع مهم، موضوع الصلاحيات. الوقت احنا في ملفات السيرفر بيحتاج يكتب بداخلها، يعني مثلا عندي في مجلد اسمه بوت ستراب، شايفين هذا المجلد؟ هذا فعليا بتخزن بداخله ملفات الكاش، هيها شايفينها؟ الوقت هذه لو بده يصير كاش لقدام بده يبدا بده يصير يخزن، يعني بده يعمل بده يكون صلاحيه كتابه على المجلد هذا. فعشان هيك حنطلع ايش؟ ممكن من هنا وممكن من الفايل زيلا. لو من هنا بتروح على المجلد نفسه اللي اسمه بوت ستراب من برا مثلا، هاي المجلد اللي اسمه احنا في الاب هيو البوت ستراب، كليك يمين، في عندكم حاجه اسمها ايش؟ بيرميشنز. تمام، البيرميشنز لو حسيت انه في مشكله في الكتابه بتحولوها، بنسميها صلاحيه الثلاث سبعات ولو انها خطيره. تمام، بس هذا الحل الوحيد، انه انا عشان اسمح انه يكون الابلكيشن تبعي قادر يكتب جوا المجلد هذا بدي احول صلاحيه المجلد لايش؟ لثلاث سبعات. مش الاونر واخذ السبع ما هو مرات بيعتبرك يا اذر يا جروب. هاي اللي بصير، يعني بعتبر الابلكيشن تبعك يا اذر يا جروب، فبقول لك ايش؟ مش ظابط. حاليا اعتقد صارت اغلب السيرفرات بتسمح بالسبع سبع سبع خمسة خمسة بتسمح، بس اذا قال لك انه انا مش قادر اكتب على المجلد هذا بدك تيجي ايش؟ تخليه ثلاث سبعات. تمام؟ طبعا ريكيرسيف عشان يعمل يطبق هذه على مين؟ اللي جوا. هذه بتريحك، ما بتقعد تدخل واحد واحد، فبتطبق على البيرنت دايركتوري وبتطبق على اليمين على تحتيه. تمام، اذا ملف البوت ستراب هذا لازم تطبق على اليمين صلاحيه الكتابه، ومين عندي ملف ثاني مين؟ الستورج. تمام، الستورج نفس الفكره، بتروح تطبقوا عليه صلاحيه ثلاث سبعات، طبعا ريكيرسيف عشان يتطبق على ايش؟ على اللي جوا. اذا هذول المجلدين لازم اذا كان صار عندي مشاكل السيستم مش راضي يشتغل، او باجي ارفع ملفات بيقول لي مش قادر ارفع ملفات، بيكون مشكله صلاحيات، بدكم تعطوا صلاحيات للمجلدين هذول. لا لا، الوقت المشكله اللي حتصير وين؟ متذكرين موضوع الاستورج اللي عملناه لينك، انه انا بحط ملفاتي هنا في الاستورج بابليك هنا، مش في عندي في الاب في عندي بابليك، بس فعليا انا عملت له شورت كات وين؟ في البابليك الرئيسي. الوقت في هذا السيرفر وفي اغلب السيرفرات بتسمح ليش اعمل موضوع الشورت لينك، يعني قلت لو احنا جينا ننقل الملف، لو رجعت على مجلد البابليك هذا وانا عندي هنا البابليك، هنروح على المشروع من مشاريع لارافيل، لو روحنا على اي مشروع انا عامله على لارافيل بغض النظر مين هو، باوتشر باوتشر حرف الفي، وين الفي؟ لقيت هاي مثلا البابليك،
لقيت شايفين هذا الاستورج، هذا الاستورج مش فولدر، هذا عبارة عن شورت كات. هو مش مبين إيش ال لا مش مبين هذا. لقيت هذا الاستورج اللي في البابليك، أنا لقيت حاليا جوا البابليك تمام. هذه الاستورج هي عبارة عن الشورت كات اللي عملناه عشان يأشر على البابليك اللي في الاستورج الفعلي. طبعا هنا الوقت لما أجي أرفعه مش حيرفع، مش حيرفع لي إياه كشورت كات زي ما أنا متوقع. يعني حاولت أرفعه زي هيك، حيرفع لي المجلد نفسه. لو رفع المجلد نفسه معناته لو قعدت اكتب في الاستورج الفعلي مش حلاقيه موجود وين؟ في البابليك. الوقت لو كان السيرفر بيسمح لي انفذ الكوماند تبع الشورت كات بنعمله، الوقت اذا بيسمح ليش في حل ممكن نعمله على مستوى ملفات الراوت، وهذا انا مرات بفضله. يعني قلت المشكله اللي حتواجهنا مشكله انه انا البابليك فوق الاستورج اللي في البابليك بطل فعليا ياشر على البابليك اللي في الاستورج الفعلي. يعني الاستورج اللي في البابليك بطل ياشر على مين؟ على مجرد البابليك اللي في الاستورج لما انا رفعت الشغل تبعي. فعشان نحل مشكله زي هيك انا مرات بعمل الحل وبريح راسي على مستوى الراوت، بروح على الراوت وحنعمل الشغله هذه. وين الراوت تبعتنا؟ في الويب. بعمل راوت عام اسمه زي هيك راوت جيت. لقيت لما احنا كنا نعمل اسيت ايش كنا نحكي له؟ اسيت، وكنا ايش نبعت؟ كلمه ستورج وراها بيجي الملف مظبوط. يبقى انا بدي اسمي الراوت ايش؟ ستورج اللي هو كنت احطه في جزئيه الراوت سلاش ايش مفترض يجي وراه؟ اسم الملف. انا ايش حطيت الملف هنا؟ متغير فاريبل. ايش حنيجي نحكي له هنا؟ فانكشن. وهذه الفانكشن اللي انا بدي استدعيها طبعا عشان ما اعملش كنترولر، فانا حطيت فانكشن بشكل مباشر. طبعا هذه الفانكشن حتاخذ الملف اللي وصل لاني عامله باراميتر مظبوط. طب احنا اخذنا كيف انه اخلي الكنترولر تبعي يرجع فايل، ايش كنا نحكي له هنا؟ ريتيرن ريسبونس. ايش كنا نحكي له هنا؟ فايل صح. لقيت الفايل ايش بدي اعطي له؟ بدي اعطي له مسار الملف تبعي. مسار الملف وين مخزن؟ في الستورج باث. جوا الستورج باث في عندي مجلد الاب، جوا ايش؟ مجلد البابليك. اذا انا ملفاتي فعليا موجوده في المسار هذا، يعني الملفات اللي انا خزنتها في الستورج وين مخزنه فعليا؟ في الاب بابليك مظبوط. وبعدك بيجي مين؟ الملف تبعنا كونكاتينيشن مع الفايل. فالستورج باث ايش هتروح ترجع؟ هترجع لي مسار الملف اللي انا بعت له اياه، هترجع لي اياه كريسبونس. هقد ضلت اخر نقطة بدنا نعملها، هنجي نحكي له هنا وير الفايل. وهقد هفهمكم ايش اللي انا كتبته هان، بدنا نسمح باني كاركتر. طيب هلقيت هذه واضحة انه انا اصلا الراوت حيكون شكله مثلا كده. راح لو انا رحت عملت زي هيك في ملف الفيو حكيت له اسيت، مش هيك كنا نكتب؟ وكنا نحكي له ستورج ونحط هيك، وبعدين نجيب له مثلا اللي هو مثلا برودكت ايمج. كنا هيك نعمل مظبوط. الوقت هذا كان ايش حيطبع لي؟ كان حيطبع لي راوت شكله زي هيك لوكال هوست. هيك شكل الاوتبوت المتوقع، لوكال هوست مثلا هو 8000 على كلمه ستورج. بعدين بيجي وراه ايش؟ بيجي وراه الملف. الملف انا مثلا حطيته في كلمه ايمجز وسميته مثلا xx.jpg مثلا. هذا المسار. الوقت هذا يعتبر راوت 8000 تمام. وهذا ايش يعتبر؟ الفايل اللي حيبعته. الوقت عشان هنا في عندي سلاش في اسم الملف تمام، باي ديفولت اللارافيل بتستثنيه. فلو انا ما عملتش الوير هذه هيعتبر اسم الملف بس كلمه ايمجز، وبالتالي حيستثني هذا الجزء. او ممكن يقول لي حتى الراوت مش موجود، يعني السلاش الموجوده في اسم الملف هذه هتعمل مشكله تمام. في الوضع الطبيعي في الراوت هتعمل لي مشكله. فعشان هيك انا عشان افهمه انه انا بدي اياك تسمح بالسلاش، وهت قلت له ايش؟ انه الفايل تبعي ممكن يحكي على اني كاركتر. هذه عباره عن ريجولار اكسبريشن. الدوت بتعني اني كاركتر، والستار اللي هي ايش؟ زيرو اور مور. فانا بقول لك هات لي ايش ما في كاركتر في الفايل هات لي اياه، سواء كان سلاش او غير سلاش. فهذه الوير مهمه جدا نحطها على مستوى الراوت. طبعا هذه الوير انا بقدر استخدمها عشان اي بارامتر بحطه احط عليه قيود. يعني مثلا انا بدي اخلي البارامتر يحتوي فقط على ارقام، فايش بحكي له؟ باك سلاش دي بلس. هذا ايش بتعني؟ اني ديجيت ويكون موجود واحد منه او اكثر.
خلصنا تقريبا تمام. فهذه قلت لو واجهتكم مشكله انه انتم بعد ما ترفعوا الشغل صرتوا مش قادرين تصلوا لجزئيه الاستورج اللي احنا كنا متعودين عليها على اللوكال هوست، بتروحوا تضيفوا هذا الراوت في ملف الراوت وترفعوه تمام. هذا حل لمشكله ايش؟ انه انتم كنتوا تخزنوا في الاستورج وبطل الاستورج اللي في البابليك ياشر على الملفات لانه فيش عندي شورت كات. فهذا حل ايش؟ انه انا استبدلت الشورت كات بمين؟ براوت فعلي. فهذا الحال انا هخليه سيف هنا وممكن نستخدمه. ما فيش حلول للينكس. في لينكس بتقدر تنشئ شورت كات، بس ممكن السيرفر مرات يمنعك، يعني مثلا في المجاني بيسمح ليش. يعني انا هذا السيرفر قلت انا مضطر فات شغل لارافيل هنا ومستخدم فكره الاستورج. طب وهو مش سامح لي اعمل الشورت كات، ايش بدي اسوي؟ فهذا حل بديل. وحل شغال يعني فيش فيه مشاكل. تمام؟ ما هي اللينك هي هو الشورت كات في ويندوز هو عباره عن سيمبوليك لينك اللي على لينكس. تمام؟ ما انا بقول لك انت لو قادر تعمل سيمبوليك لينك على لينكس انت خلص فيش عندك مشكله، بس اذا مش قادر السيرفر مانعك هذا حل برمجي انت ممكن تستخدمه وشغال 100% فيش فيه مشاكل. ولا اي علاقه. تمام؟ هو حيأثر وين؟ انه مر على الريكوست كامل بدل ما يصل للملف بشكل مباشر، مر على مين؟ مر على الابلكيشن تبعي. هاي يعني في حتلاقي جزء في البرفورمانس بس مقبول نوعا ما، الا اذا كان عندك صور كثيره في الموقع كل مره تمر على الـ على الـ على هنا بدك تشوف اذا في حل للسيمبل انك تقدر تنشئ سيمبل كلينك. في الحاله هذه بدك تعمله. هذا بالنسبه لطريقه رفع الملفات. تمام؟ بترفعه زي ما حكينا على الاستضافه، بيكون عندي دائما الملفات الرئيسيه وفي عندي البابليك اتش تي ام ال. البابليك اتش تي ام ال فعليا هو المجلد الرئيسي تبع الاستضافه او اللي هو البراوزر بيقدر يوصل له. فاحنا حنتعامل مع ملف البابليك اتش تي ام ال على انه هو مين؟ البابليك تبع اللارافيل، وبالتالي الملفات اللي خارج البابليك ححطها برا البابليك اتش تي ام ال، والملفات اللي جوا البابليك ححطها جوا البابليك اتش تي ام ال. وما ننساش نغير ملف الدوت انف نحط فيه بيانات الداتا بيز الجديده، وما ننساش نحط صلاحيات على مجلد البوت ستراب ومجلد الاستورج بحيث انه يكون قابل للكتابه. واخر نقطه، لو واجهتنا مشكله في قصه الاستورج اللي تبع البابليك اللي بطل ياشر على الاستورج الفعلي، ممكن نعرف الراوت هذا في ملف الراوت، وهيك طبعا بتكون رفعتوا الشغل وبتقدروا تعمل تيست. انا مجاني، لو انا بدي اشتري مثلا بدي اس او حاجه زي هيك، او باخذ مساحه مثلا معينه 50 هجيب بيربال هذا الهوست هيكون نفس الشكل. لا الشكل مختلف، حاعطيك سي بانل. الاغلب اذا الاغلب حتلاقوا واجهات سي بانل. مش عارف اذا ممكن نشوف صور زي هذا. طبعا سي بانل في ايمجز غالبا حلاقي كثير الها. هاي الواجهه تاعت السي بانل التقليديه. والبابليك بيكون انا برفع الملفات زي ما بدي، مش ما فيش لان انا مدفوع، مش حيكون بابليك بدي اغيره لبابليك دوت اتش تي ام ال. في بعض الاحيان انت ممكن لما تضيف دومين تحدد بالضبط وين بيأشر، في يعني ادفانس، هذه شغل ادفانس على السيرفر. لا هو باي ديفولت بيعمل لك بابليك اتش تي ام ال، لانه في السيرفر كونفجريشن على مستوى الاباتشي لازم يكون عارف مين الدوكيومنت روت تبعه، فما ينفعش انت تحط له ملف وتقول له، الا اذا بدك تروح انت على الاعدادات السيرفر وتقول له انه بطل اسمه بابليك اتش تي ام ال صار اسمه بابليك، هتدخل في اعدادات وفي بعض الاحيان بتكونش متاحه اصلا لك حتى لو انت شاري السيرفر. اذا كان شيرد سيرفر بتقدرش تتحكم، اذا كان ديديكيتد سيرفر خاص فيك انت حر ساعتها. طيب لقيت تقريبا شايف الصوره هاي نوعا ما، هاي الشكل السي بانل، حتلاحظوا هاي الفايل مانجر شايفينه؟ يعني في عندي فايل مانجر برضه هون، وهي حتلاقوا هنا جزئيه الداتا بيز، هاي البي اتش بي ماي ادمن، وهي ايش الداتا بيز مانجر، هاي نفس الفكره بس بيختلف الانترفيس، لكن الفكره نفس الفكره، بس هذا غالبا انتم لو حتشتغلوا على سيرفرات حتلاقوا دائما الواجهه هذه هي الاكثر استخداما. يعني اي سيرفر حتحجزوه حتلاقوا بيستخدم السي بانل. تمام، هذا بالنسبه لرفع الملفات، وهيك بنكون